اولا في جميع دول العالم خص الناس يعرفوا بان قانون الماليه في دول العالم كلها كيبدا كيتركب وكيتصوب من شهر ماي من شهر 5 وتقريبا في الشهر في الاخر ديال شهر اكتوبر كيتقدم قدام البرلمان ولا مجلس الشيوخ ولا مجلس المستشارين. وهذه مساله عالميه لان الحسابات الوطنيه ديال اي دوله كلها كدار بحال هكا لان ميزان المال. اذا ميزان الماليه مشروع ميزان الماليه ديال 2024 باقي ما سالاش باقي ما تقدمش. اذا كانت الدوله في البلوره ديالو لان كاين نقاشات مع اولا مع الباترون ديال المغرب مع ارباب الشركات ومع الناس اللي كيمثلوهم، ثانيا مع النقابات، ثالثا مع الوزارات، ثانيا كل وزاره غتجر لان كل وزاره كتبغي اكثر والفرق البرلمانيه. اذا كاين اليوم جاء زلزال، جاء في واحد الظروف اللي ما كناش كننتظروها ما كناش كنتمناوها، ولكن غيكون تغييرات طفيفه كنظن لان صاحب الجلاله بهذا 120 مليار ديال الدرهم اللي تقرات وعلى 5 سنين غيكون في كل سنه غتدخل، لان غتكون عندنا اولا غتكون عندنا يا اما واحد مديونيه قليله وربما عندنا هذا الكونت 126 اللي غيجعل ان الخزينه ديال الدوله يدخلوا لها الفلوس، خصها الفلوس يتخسروا ماشي في هذا العام ولكن في هذه 5 سنين ربما عندنا البنيه التحتيه، عندنا البناء، عندنا الغلاف المالي اللي خصنا نعطيوه للناس اللي تضروا لان صاحب الجلاله قرر 30,000 درهم في السنه يعني 2500 درهم في الشهر في سنه، ربما تولي سنتين ربما عام ونص هذا الشيء ما عارفينوش. قانون الماليه غيدخل هذا ولكن لن يضر، واللي كنتمنى ان الحكومه تاخذ باعتبار الزلزال، ولكن كاين بعض التغييرات اللي خصها تمس مجموعه ديال النقاط اللي كترتبط اولا بالضريبه على الدخل بالنسبه للطبقه المتوسطه، اللي كترتبط بالتي في ا بالقيمه المضافه لان خصها تراجع. كان مشروع باش نرجعوا من 7 ديال الانواع ديال لي بورسونتاج نرجعوا لثلاثه، لان ربما كاين مشاريع ولكن اللي خصنا نتاكدوا ان الزلزال ما خصوش يكون ذريعه باش ندوروا واحد القانون ديال الماليه اللي غيضر اولا بالمواطن، اللي غيضر بالحركه الاقتصاديه بالمنتوجيه ديال الشركات، واللي غيضر بالاقتصاد المغربي، واللي غيقوي لنا التضخم. اولا بالنسبه للعجز، العجز اللي الحكومه كتمنى انه يرجع ويكون قرب ال 4%، ما فيها باس بحال ملي كانت عندنا الكورونا، ملي كان عندنا المشكل ديال الكورونا كنا وصلنا ل 7.5% بالنسبه ل ممكن اليوم نخليو واحد نوصلوا ل 5% ولا 5.5 5% ولا 5.5 سي احمد راه ماشي بزاف، لان 1% هي 12 مليار ديال الدرهم تقريبا بالنسبه لسميتو. دونك الا درنا واحد 16 مليار ديال الدرهم بالنسبه للعزل اللي زايده انا كيبان لي ماشي مشكل اننا نوصلوا ل 5.5 وان شاء الله غنوصلوا. ثانيا عندنا تضخم، ملي كيكون عندنا التضخم وكيكون عندنا واحد العز ديال 5% راه بحال عندنا في 3.5 لان التضخم كيجعل ان كيكون واحد الغي كيليبراج بيناتهم. اذا قانون الماليه 2024 لم يكتب بعد، لم ينتهي كتابه ولن تنتهي كتاباته ولن يضر بهذا الزلزال، رغم ان العواقب ديال الزلزال كبيره بزاف على اولا الخسائر الانسانيه والبشريه على البنيه التحتيه، وهذا الشيء ان شاء الله المغرب غيستطاع باش يقوم لانه اظهر للعالم كله بان دوله اولا عندها سياده ودوله قادره ان تتغلب على الصعاب اللي عاشتها في